هادشي اللي حنا تنهضروا عليه على هادشي اللي قالوا ديال الفياتر اللي جابوها في ظرف شهر وقالوا للناس الفاتوره، واش الراجل ما قاريش وما عرفت هو شنو قدامه شنو راه هو تيقولوا له الفاتوره وريوه، لان راه قال لك تيقول لك ما تعطينيش ولكني علمني كيف اصطادوا سمكه. كذلك هاد الناس جيو حاوروهم جي جلسوا معاهم ماشي تهددوهم، حنا راه في المواد خوا غادي نجيو نقلبوا على الفياتر، فينا فياتر؟ المطالب هما هاد الناس، هذا راه ملي كتمشي تاخذ السلعه راه ما يعطيكش الاخر فاتوره، لان تيقول لك انا سيدي راني خاسر فيها، راه الطلب الثمن اللي انا بايع لك به راه والله ما رابحه بالله، ولا جيت نطيح لك في الفاتوره انا غادي نطيح لك، وهذا هو المشكل. وحنا عاوتاني ملي تيجي الكليان تيعيط لك تتصيفط له السلعه، ملي تتصيفطها له الكرتونه تتمشي تيشدوها البوليس، شكون اللي ضاع؟ ما ضاعش اللي عيط لك، لان انا مازال ما تخلصت، انا اللي ضعت. كان عندك لهاد الفاتوره واش نكتب فاتوره المول للكليان وفاتوره المول الكاميو وفاتوره المول الضريبه؟ واخا حنا شنو؟ واش يبرا جا راجل بيبره وحده اعطيني يبره تعطي له الفاتوره؟ يا شنو تخسر الورقه ب 4 دريال واليبره كدير 2 دريال؟ واش فهمتيني ولا لا؟ خاص الانسان يتعلم يقرا وريوه جيو جلسوا معاه، ها اللي غادي دير وها اللي غادي دير. ها كيفاش؟ اختي راه بحال نزلت صاعقه من الارض باش يقول لك لو مواد خوا غادي نوضوا، يا راه بحال تنقول لك راه لو مواد خوا غادي نحيد لك روحك، لان الراجل شنو هو؟ رزقه وولاده، هادشي علاش يخدم؟ على رزقه وعلى ولاده، ومني دير ليه انت رزقه، ولا تجي تسد له المحل، شنو قضيتي؟ ما قضيتي والو، درتي فوضى. لأن الإنسان خاصو تحلو مشكلو. أنا علاش درتك أنت مسؤول؟ ماشي باش تحني، باش تبين لي أنت قاري عليا، أنا ما قاريش ولكن أنت قاري قدمتك قدامي، أنت تبين لي ماشي تحني. وهذا هو. والله ينصر سيدنا. حنا مع سيدنا من رجلينا حتى لراسنا، والله ينصر سيدنا طول عمرنا. ولكن المسؤولين الله يجازيهم بخير يراعيوا لهذا الشعب، راه كل حانوت عندها 10 ديال الناس اللي 10 ديال العائلات، هي هاد الحانوت إلا دخلتي لها تتلقى الأخ بولادو، الآخر باه بولادو، الخدام بولادو، وأجي وقف أنت هاد الحانوت، وقف الحانوت الأخرى، وقف الحانوت الأخرى، شنو غادي يوقع؟ إوا هذه هي البطالة، هي هذه بعينيها. هذه هي البطالة. واش درب عمر حانوت في درب عمر مني دير 8 الصباح حتى 12 النهار ما يسفالش؟ واش هذا الحماق ولا ماله؟ الحانوت هذا هو اللي شنو هو درب عمر؟ راه ولا قلتي المغرب، راه اللي تيبغي يتقدى واخا يكون فين ما كان تيقول لك خاصني نوض في 3 الليل باش نقبط الكار درب عمر. إوا هذا الراجل اللي غادي يقبط الكار في 3 الليل ويخلي ولادو ويتم جاي ويتقدى ويحط سلعته في الكاميو وتمشي له، شنو بقى؟ ما بقى والو، قال لك على نموت على ولادي ولا على رزقي.